طيب هنبدأ بقى نتكلم دلوقتي عن الديب فاونديشن. يلا بينا. فين بقى الديب فاونديشن؟ باشمهندس احنا خلصنا، يعني احنا خلصنا الحاجات الخاصة بالفاونديشن، فين الديب فاونديشن؟ تعالى بقى اقول لك يا فين. هقوله هنا ايزوليتد، ومن ايزوليتد من هنا هلاقي ان دي التايبس اللي موجود عندي، وموجود فاميلي واحدة بس، بس انا اقدر ان انا الود فاميلي تانية. فتعال له سكيب سكيب، اطلع بره الامر كده، وبعد كده هقول له انسيرت لود فاميلي، هرجع خطوه ورا، هرجع خطوه كمان، واتاكد ان انا في انجلش، واقول له يو اس، وبعد كده هروح هنا لستراكشر فاونديشن. اهي الستراكشر فاونديشن، كل دي اشكال للاواعي اللي انت استعملتها دي، لكن في حاجات تانية اهي. بص اختار كل دولت وهلودهم، اخترت اول واحد واخر واحد بشفت،